فضل الفترة القصيرة حتى بقى يعني يرتاح قليلا من أجل العودة. أدي أمامنا ميسي في مرمى اسبانيول، أدي ميسي وأدي أمامنا هنا فيلانوفا. لم يكن لاعبا مشهورا النهاردة، الكاميرات بتتركز عليه، هو المساعد في برشلونة بي والمدرب الجديد بقى بعد ما كان مساعد أيضا من 2008 ل 2012، لكن ميسي هنا يسجل وميسي يرفع رصيد الأهداف ل 47 هدف. كرة أمامنا صعبة جدا على مواطنه الأرجنتيني كريستيان ألفاريز، ملعوبة إيه؟ ملعوبة بالمقاس. أدي أمامنا المتعة حاضرة كلما حضر ميسي، اللمسة الفنية العالية جدا من هذا اللاعب الكبير في هذه اللقطة. وأمامنا طبعا الكرة رايحة، رايحة إيه؟ رايحة في مقتل، رايحة في مقتل. أدي أمامنا هنا اللمسة الحاضرة.